اهلا بكم من جديد. النهارده هنكمل لعبه جاتا في. لا سيبكم بقى من جي تي اي والجو ده، انا عارف ان هي اسمها جي تي اي بس انا بحب اقول لها جاتا. عايز انجز. بصوا معايا على فكره، انا المره اللي فاتت كنت عكيت الدنيا خالص. المره اللي فاتت ايه، في واحد اللي هو لابس بدله ده كنت مفكره تريفر. الناس قالوا لي يا فادي ده مايكل. انا اول مره اعرف ان في واحد اسمه مايكل في اللعبه اساسا، اصل انا ما كنتش بشوف الناس دي لما تتكلم عن اللعبه. الناس على الفيس يعني لما كانوا بيتكلموا عن اللعبه يقول لك تريفر تريفر تريفر، فمش في بالي بقى ان في واحد اسمه مايكل اساسا ومعرفش الا تريفر. وبعدين تريفر الحقيقي بقى كنت مفكره فرانكلين، مش عارف انا كنت معاكك الدنيا مع بعض. لدرجه ان انا الراجل الاسود ده كان في المهمه بيقول لي ايه، هنروح على بيت فرانكلين. فلما وصل بيته قلت الله، طب هو فرانكلين فين؟ هو مشى فرانكلين وقعد مكانه ولا ايه؟ بالنسبه لي الراجل الاسود ده كان شخص مجهول كده معرفش ليه. بعد كده فهمت بقى ان ده فرانكلين. يعني اديني ايه، معلش معلش، اصل انا يعني بقالي فترة كبيرة بعيد عن الألعاب فمش في بالي أي حاجة خالص. ناخد جولة كده في بيت فرانكلين. والله حاجة جميلة، الديكورات روعة جدا جدا، حاجة رهيبة. لا لا بجد البيت تحفة فعلا. ايه ده، مين دي؟ طب هي مالها قرفانة كده ليه؟ ومين دي اصلا، دي مرات فرانكلين ولا مين ده؟ انا مش عارف، جاي لي تليفون من اولها كده. طب عايز ارد، وقفة لما يبقى بالذمة. دي في مروحة كده، دي مروحة ولا وردة؟ مش فاهم، مروحة ولا وردة دي؟ طيب عامة انا عايز البسه بقى هدوم كويسة، المنظر ده كده مش هينفع. طيب نلبسه شورت. صوت انفجار، معرفش ده ايه. انا شايف ان ده كويس، ماشي. طيب ايه تاني؟ بصوا ايه رأيكم كده عشان يبقى ايه مبين عضلاته كده، الناس تخاف منه. ده عنده عضلات انا ما عملتهاش في سنتين، عنده عضلات انا ما عملتهاش في سنتين. لا كده بقى بصراحة ستايل. طب الكوتشي، عايز كوتشي كويس كده. يعني انا شايف ان ده حلو، مية مية كده بقى، مية 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 مية. طيب كده الكل يخاف منه. بصوا المنظر بتاعه عامل ازاي، شوفوا شكله حاجة. لا ستايل جبار وعضلات حديد. ايه ده بيشرب ايه ده؟ اوف بيرة؟ لا 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 ينفع كده. قوم يا بنت عايز اتفرج على التلفزيون. والله ايه ده، مالها قاعدة منتخة كده، عايز اقعد اتفرج على التلفزيون. ايه ده، اجيب القنوات ازاي؟ في ايه؟ اه لا انا مش عايز افلام كرتون. لا هات لي الاخبار. اهدى يا عم، ده خد لك سيجارة، خد لك سيجارة. خليه يدخن كده ويتبسط، مع ان ده يضر صحتك. يعني انت عندك عضلات ومية مية، المفروض ما تدخنش. لما انتوا مش قد التدخين بتدخنوا ليه؟ طيب ايه ده، ايه ده، السيجارة دي عملت له ايه بالظبط؟ ايه ده ضخم السيجارة. تعال ما علينا.
I'm just a fucking bee. Man, I hate bees. أيوة. عايز اخد العربية اللي كنت عاينها في الجراج، بس على فكرة الستايل بتاعه كده مية مية، يخوف اي حد ماشي في الشارع. حد يفكر يقرب مني كده يبقى هو حر بقى. ما نشوف من على التليفون. The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. طب اروح فين؟ انا مش فاهم. في حرف اس ظهر على الخريطة. وسع حق، محدش يقف قدامه الا هو حر بقى. اهو حرف الاس. قربنا. هنا ايه ده؟ ايه العربية الجامدة دي؟ خبر. اهو هنا. انزل. هذا المعرض. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. بلاش يا عم، ما تسلمش عليه، لا ايدك تطلع في ايده. Look man, it's been a What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. And you still rolling with that old raggedy ass hair? انا عايز دي، لا عايز العربية دي. جبارة. يلا. عربية دماغ قوي، عالية قوي. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vago's ما ايه ده؟ on his face and shit? ايه ده؟ ايه العربية دي؟ ايه ده؟ بجد جامدة والله. ايه ده؟ بصوا يا جماعة التصميم. انا انعكاسات الشمس في العربية رهيبة. العربية سريعة على فكرة، جميلة. وسع. Man, this whole setup designed to take trouble. What's that, sis? All right, man. Look, we go in quiet, in and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. None but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him all in. Stop! You're شوية حمير بتسوق. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped. كده العربية باظت. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something? You were slanking for him, and then he got what was coming. Right? خلاص مش هكمل بيها. العربية باظت. لا هاخد دي كويس. يلا اركب. تمام، مية مية كده. جميلة أوي العربية دي برضو. That's a nice change from fools coming up on us. That's trill, homie. You damn straight that's trill, partner. But it's a shame I don't believe it. You wanna drop some notes on that shit? I'll give you the eyes, homie. Oof, oof, love y'all me and me. You should go work on one of the reservation casinos. وصلنا. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Do as I do, nigga. احنا رايحين نسرق حد ولا ايه؟ نط. Hey, what's up, homie? You alright?
ايه ده شارب حاجة ده ولا ايه؟ مين ده؟ اه ده اوف اوف العربية اللي جاية علينا دي. بس والله يا جماعة اللعبة جامدة جدا 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 بجد، الجرافيك بتاعها انا مبسوط بيه جدا، ولو اني يعني مستني نفسي في موضوع الفور كي ده. نفسي اجرب اللعبة فور كي وبالمود بتاع الريلوكس، تبقى جامدة 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 ده. ايه المطلوب يعني؟ سيرش ذا جراج يعني ندور على ايه يعني؟ مش فاهم. انت ده فيست ايوه كده يا جدعان، فيستا. طب نشوف الجراج التاني، اكيد في مفاجآت. مفيهوش حاجة، ده مفيهوش حاجة. تعال نشوف ده. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. اوبا، ناس جاية تشاكل اهو من اولها. You saw this motherfucker? هات هات مسدس ماش عشان احارب معاك. عادي، حلو قوي، حلو قوي. في دماغك في دماغك على طول. نا فاضيين لكم. في دماغه في دماغه على طول. انا اشوف الانابيب والحاجات الكبيره دي اقوم ضرب عليها على طول. ما بتفهمش. بص الراجل ولع، الراجل ولع. ايه ده؟ بندقية بندقية. على فكرة يا جماعة التحكم في الأسلحة سهل وتغيير الأسلحة سهل، مش صعب، لذيذ يعني. كان عايز يهرب بالعربية بس على مين؟ الانفجارات اهي، الانفجارات الشغل العالي اهو، الانفجارات. شايفين الانفجارات؟ والله وحشني الكلام دوت يا جماعة، بقالي من زمان من زمان ما فجرتش. الحاجات دي وحشتني قوي. في حد بيضرب عليا نار بس انا مش عارف ده فين. فوق هنا اكيد فوق. لا الباب ده ما بيفتحش اساسا. نط انا مش عارف اللي بيضرب نار ده بيضرب نار منين. اهو يا حيوان. اصوات الاسلحه ممتازه ممتازه ممتازه. اوف اوف، المفروض الراجل اللي هرب ده. او يا عمي مش وقته مش وقته. يلا نط نط نط، اركب العربيه بسرعه بسرعه. اجري وراه، هاته بسرعة، هيهرب منك يا غبي. وسع وسع انت حبيبي. انتوا عارفين يا جماعة انا نفسي في ايه؟ نفسي الدنيا تشتي.
في اللعبة. اوبا هيهرب مننا ولا ايه؟ لا انا انا مش هديله فرصة يهرب، ما ينفعش. لا مش هديله فرصة. مية 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 مية. قربنا قربنا نجيب قربنا نجيب. احود احود بسرعة احود بسرعة بسرعة بسرعة. لا 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 بسرعة. هاتوا هاتوا اهو اهو. دخل هنا دخل هنا. هاتوا هاتوا اهو اهو. راح فين ده؟ اهو يا ابني ادوسو. ايه رايكم ادوسو؟ اهو اهو اهو. يلا يا كلب ادم بيتدسي. انا 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 ما اذا انا معيش سا... انزل انزل بسرعة انزل بسرعة. خلاص مات مات مية مية. يلا هات الموتوسيكل بتاعه هات الموتوسيكل بتاعه. والله يا جماعة لعبة جتا دي انا مش عارف ازاي الفترة اللي فاتت دي كلها صبرت عليها ما لعبتهاش. اللعبة جبارة يا جماعة اللعبة جبارة. خدوا بالكم انا مش هقعد العبها اوفلاين كده. لا ده هو انا عارف ان الناس بتستمتع اكتر بالاونلاين وانا نفسي برضه اجرب الاونلاين، بس هو الفكره كلها في ايه؟ انا بتعود بس على اللعبه عشان لما اجي العبها اونلاين ابقى خلاص عرفت السواقه وعرفت وعرفت الاسلحه وعرفت وعرفت ازاي يعني عشان يبقى عندي خبره اقدر العبها اونلاين. يعني متهيألي لو انا لعبتها اونلاين كده من غير ما العب المهمات الاوفلاين هبقى مش كفاءه فيها قوي. فبس يعني احسن تفكروا ان انا هقعد العبها اوفلاين وبس. لا طبعا انا عارف ان انا عارف الناس بتحب الاونلاين، وطبعا انا يهمني ان انا اسعد المشاهدين اكيد. مش انا مش انا مش بلعب لنفسي بس، لازم انتوا كمان تكونوا مبسوطين. خلاص انا قربت اوصل اهوت للمكان تقريبا. انا خلاص وصلت فعلا. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. Psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't do that. بس هو خط طلقه في دراعه. And we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! X-Bandit. Mission completion 63%. طيب العربية دي جبارة جبارة. يا خبر يا جدعان.